مشاهدي الموريتانية في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في لقاء خاص لهذا اليوم نستضيف الدكتور عبد السلام الحرمة رئيس حزب الصواب. أهلا بك دكتور. دكتور طبعا بداية حين نتحدث عن المشهد السياسي يجب أن نتحدث عن أين يوجد اليوم حزب الصواب في المشهد السياسي الوطني. أهلا وسهلا. أولا مرحبا بهذه الخطوة، خطوة استضافتنا في فضاء إعلامي عمومي، ومرحبين بها في إطار خطوة مهمة وأساسية وإشارة واضحة لمسناها في الأسابيع الماضية والله في الشهرين الماضيين، وهو انفتاح وسائل الإعلام العمومية خصوصا التلفاز الموريتانية على القطب اللي لاهن نقول لكم أنه موجودين فيه، هو قطب المعارضة. طبعا احنا كحزب سياسي موجودين في الساحة من خلال القطب المعارض. للأسف الشديد إلى حد الآن لا يوجد إطار تنظيمي محدد يجمع القوى السياسية والأحزاب والقوى والشخصيات الموجودة في المعارضة، لكن هناك إطار عام نحن نعتبر أنفسنا في هذا الإطار وجزء من المعارضة السياسية كما كنا، وهو قطب نتمسك به ونحاول بكل ما أوتينا أن نعبر عنه وأن نقدمه للرأي العام كخيار وطني في إطار بديل لما هو قائم، النظام القائم برنامجه خطابه وإطاره السياسي اللي قدم المواطنين، قدم أنفسنا كبديل عنه، جزء من البديل السياسي والبرامجي والتعبوي اللي موجود على الساحة الموريتانية. إذن هذا هو مكاننا. جميل. كما قلتم كما كنا، هل قد تحيل هذه الكلمة إلى أنه ربما هنالك حسابات أخرى في ظل تقلبات متوقعة للمشهد خلال الفترة الأخيرة؟ لا، إلى حد الآن لا توجد أي ظروف لأن نراجع الحالة وضعنا السياسي. وضعنا السياسي هو اخترناه في فترة زمنية معينة، هذا النوع من الخيارات السياسية لا يتم اختياره بين عشية وضحاها، ينبغي أن يختاره وفق قراءة عامة واستراتيجيات إن لم تكن بعيدة المدى فهي متوسطة المدى. إلى حد الآن لا تفكير لدينا في أن نراجع مكاننا كجزء من المعارضة السياسية الموريتانية. هل تتفقون على مسمى الفترة، وهو فترة الإجماع الوطني الحالية التي تربط ما بين أغلب الأحزاب المعارضة والنظام الحاكم، جو من التوافق أو الإجماع أو التلاقي أو التهدئة أو التطبيع كما يقال؟ الإجماع ظاهر إنها ياسر بعيدة، لكن لا شك أن هناك جو من الانفتاح والتوافق أو التراضي بشكل عام حول مجموعة من الأمور نرى أننا بحاجة إليها، ونرى أن الوضع السياسي تطبيع الحياة السياسية العامة بحاجة إليها. هناك تحسن، هناك خطوات إيجابية ومؤشرات إيجابية، لكن لم تصل إطلاقا إلى مستوى الإجماع. الإجماع هذه قضية أخرى، حينما نصل إليها معنى ذلك أننا اندمجنا وأصبحنا جزء من المنظومة الحاكمة، وأن هناك قطب تم انتفاء قطب سياسي، والحياة السياسية تطلب وجود قطبين، قطب حاكم وقطب معارض. إذن إجماع لا أرى أنها كلمة مناسبة أو دقيقة من وجهة نظري، لكن التفاهم والتراضي والتوافق حول قضايا معينة حصل بعضه. أنتم كيف تقيمون المشهد الحالي ما بعد الانتخابات يونيو؟ في الحقيقة فيه إشارات إيجابية، على قلتها إيجابية مهمة، منها هذا الوضع القائم، أن انفتاح النظام على المعارضة، انفتاح إعلامي وانفتاح سياسي، منها قبول النظام لاعتبار المعارضة جزء من منظومة سياسية وليست عداء وليست شر مستطير ينبغي أن يحارب وينبغي أن يوصفه شيطان. فيه أيضا إشارات إيجابية للإنصات للآخر والاستماع إليه، وفق آلية لم تحدد إلى حد الآن، لم تحدد، وربما يعود سبب عدم تحديدها والدقة كيف تحديدها. لم تحدد؟ لم تحدد لأن النظام مجمل الاتصالات التي أجرى مع المعارضة وتمت وفق خيار إما بدعوة منه مباشرة أو بتنسيق عام من النظام. الهدف الأساسي منه هو تأكيد النظام على أن الشعار الذي أطلقه وهو أنه منفتح على المعارضة ومستعد للتشاور معها أكد هذا الإطار.
لكن هذا يحتاج إلى أن نضع إطارا سياسيا ونقاط محددة نتفق على ماذا وعلى ماذا سنناقش وما هي الطريقة التي سنناقش بها وما هي مآلات هذا النقاش. هذه أمور ينبغي أن نخلق لها إطار وجو وبعد تنظيمي وبعد مفاهيمي. لا شك أن المعارضة إلى حد الآن لم تستطيع وهذا الله نقوله لم تستطيع أن تقدم رؤية جامعة وخطة جامعة للنظام. وبالتالي أنا أعتبر قلتها مرات سابقة وأكررها الآن أن الكرة الآن في مرمى المعارضة. النظام استدعاها أخبرها بنيته ورغبته في التشاور والحوار معها، لكن على المعارضة أن تقدم ما هي أولوياتها في الحوار، ما هي أولوياتها في التشاور، ما هي النقاط الحالة الآن والنقاط التي ينبغي أن نتشاور حولها، وما هي الآلية التي ينبغي أن يقوم على هذا الحوار. هل هي ما عهدناه في فترات سابقة وحول الحوار والتشاور إلى رصيد مضاد للقرض الأصلي منه، أم أنها وفق آلية جديدة يتم الاتفاق عليها، أم أنها رؤية أخرى بين هذا وذاك؟ على كل حال ما نأمل نحن هو أن تتفق المعارضة، أقطاب المعارضة على رؤية جامعة لها الخطوط العامة لرؤيتها لموريتانيا، ما ينبغي أن تكون عليه موريتانيا خصوصا في القضايا الكبرى، الانتقال السياسي، تطوير المسار الديمقراطي، محاربة القضايا الجوهرية وخصوصا الفساد، مراقبة المنظومة الإدارية، مساءلة الفترة الماضية التي لها علاقة بواقعنا الآن، الملفات الحساسة والكبيرة التي لها علاقة بواقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي والاجتماعي الآن. كيف سنناقش هذه الأمور؟ كيف سنتحاور حول هذه الأمور؟ ما هي المآلات التي سيتوصل إليها النقاش؟ كيف نضع الخطوط العامة؟ هل يعني هذا أن المعارضة الآن لا توجد بلورة للمعارضة؟ لا، هناك معارضة، لا هناك بلورة للمعارضة، هناك أحزاب وقوى وشخصيات وبرامج معارضة تعبر عن نفسها في تنظيماتها، هناك شخصيات معارضة، هناك مرشحون سابقون، هناك أحزاب، هناك كتل، هناك منظمات مجتمع مدني، هناك مجموعة من الحقوقيين، هناك شخصيات عامة، كل منها يقدم نفسه على أنه برنامج معارض ورؤية معارضة للنظام. هذه القوة إلى حد الآن ما فاتت وجدت إطار سياسي جامع، كانت في السابق داخل مجموعة من الإطارات، كل واحد من هذه الإطارات انتهى في فترة زمنية معينة أو لم يعد قائما، بالتالي هي بحاجة إلى خلق وإعادة خلق هذا الإطار الجديد. وليس المهم هو الإطار وإنما رؤية، تقديم رؤية وبرنامج. هذه الرؤية وهذا البرنامج كل منها يتكلم عن مجموعة من النقاط، صحيح أن هناك نقاط لكنها لم تبلور، لم تدمج في إطار يسمى خطاب المعارضة. أنتم كحزب من المعارضة هل مثلا قدمتم مقترح بهذه التسوية أو هذا الاتفاق أو هذا النقاش حول القضايا وتوحيد المعارضة في كتلة واحدة أو في توجه واحد؟ عندنا رؤية وتصور لكن لا نستعجله، لأنه يبقى ناقص ويبقى رؤية جزء طيف بسيط للمعارضة. ما نحبذ الآن وما نطمح إليه وما نسعى إليه أن تجتمع المعارضة وتقدم رؤية جامعة، أن تتشاور هي فيما بين المعارضة فيما بينها، أن تقيم حوارا وتشاورا داخل أقطاب هذه المعارضة وتبلور الرؤية المشتركة، وهذه الرؤية المشتركة توصلها إلى النظام. كيف لأن الحياة السياسية قائمة بين قطبين، قطب حاكم وقطب معارض. كيف تفسرون تحول المعارضة؟ هذا الجملة التي طرحتم الآن طرحها أكثر من سياسي جلس على هذا المقعد، وهي ضرورة أن المعارضة يجب أن تتشاور فيما بينها وتتصل إلى خط أو عمل أو سياسة معينة لانتهاجها في المرحلة القادمة. في المرات الماضية تعودنا على أن المعارضة تطالب بالحوار مع النظام أو الحوار. كيف تفسرون هذا الانتقال بين الحوار مع النظام والحكومة إلى حوار فيما بين المعارضة؟ هل وصلت من الهشاشة والتفرقة إلى هذه المرحلة؟ لا، هذه ليست علامات هشاشة ولا إشارات ضعف، بالعكس إشارات قوة. المعارضة التشتت علامة قوة. لا، المعارضة برامج، المعارضة رؤى، المعارضة تنظيمات، المعارضة مشارب مختلفة. هذه المشارب المختلفة فعلا هي في واد واحد يسمى واد المعارضة، لكن تحتاج الآن في ظرف انفتح فيه النظام، هي في فترة في 2017 اجتمعت في مجموعة واحدة سمت مجموعة الثمانية، كان عندها هدف واحد وهي إسقاط الدستور أو الاستفتاء الذي رأت أنه غير دستوري، لكن انتهى الغرض منها في ذلك الوقت للأسف الشديد. الآن جاءت الانتخابات، فاجأت الانتخابات وكان التنوي تقديم مرشح واحد. هذا عجزت عنه، حينما عجزت عنه حاولت أن تجد نفسها داخل إطار تشاوري ما بين المرشحين الذين كانوا يخوضون حملة الرئاسة من داخل، من أحشاء ومن رحم المعارضة. انتهت الحملة،
إذا الآن هي تحاول الفترة لم يمضي تقريبا إلى فترة قليلة على الانتخابات. هي الآن تحاول أن تستعيد جو جديد، خصوصا مع هناك تغير حقيقي. كنا مع نظام يرفض التعامل مع المعارضة، يشيطن المعارضة، الحوار الوحيد مع المعارضة هو حين يوجه لها الشتائم ويوجه لها التهديد ويوجه لها المنع والمحاصرة. الآن مع نظام يسعى إلى التعامل والانفتاح على هذه المعارضة. إذن الفضاء تغير، الفضاء تغير. كنا نتحرك في فضاء سلبي، الآن ينبغي أن نتحرك في هذا الهامش الإيجابي. وإلى حد الآن فعلا هناك مشاكل تعترض المعارضة، لكنها مشاكل إجرائية، قضايا إجرائية. آمل ولا أظن أنه في القريب العاجل ستتمكن إما بشكل موحد أو أجزاء كبرى أن تقدم تسوق مشاريع ورؤى، تقدمها للرأي العام الموريتاني وتقدمها للنظام وفق. إذا كان النظام جاد، ونحن الآن نرى أنه جاد ونؤمن أن يكون جاد، ولدينا الإشارات أنه جاد في هذا الحوار، سنذهب إلى حوار وطني أو تشاور وطني أو لقاء وطني، سميه ما شئت، لا يهم التسمية. إذا لم يكن النظام، إذا كان النظام لديه عوائق النظام أو أمور تخص النظام، على الأقل تكون الكرة في مرمى النظام وليس في مرمى المعارضة. هذا ما أشرت إليه في المرة الماضية. هي ليست علامة ضعف، هي علامة قوة وعلامة تحسن. وفقط المفارقة أنه كانت في مرحلة معينة المعارضة تريد التشاور مع النظام أو مع الحكومة. اليوم المعارضة تحتاج إلى تشاور فيما بين. نعم، لأن المعارضة كانت عندها مرشحين للرئاسة وخاضت من حملة انتخابية فيها أشياء ينبغي أن تناقش، وخاضت بموقف عام مشترك وطني هو أنها تتعامل مع الأمر الواقع وأن هناك أزمة وأنها تمد يدها لخروج من هذه الأزمة. النظام مد لها اليد بطريقة أخرى، ليس بالطريقة التي كانت تريد. مد لها اليد وقال لها أنا مستعد للنقاش، مستعد للتحاور، مستعد للانفتاح معك. هذه الظروف الآن التي أوجدتها أسابيع ما بعد الانتخابات والأسابيع الماضية الأخيرة، خصوصا أننا كنا في جدل سياسي وقانوني ونفسي وفلسفي، هل هذا تناوب؟ هل هذا انتقال للسلطة؟ هل هذا تناوب؟ هل الرئيس الذي كان يحكم ما زال هنا؟ تلك المرحلة المهم لم نتجاوز، نحن ما زلنا في ظلالها إلى حد، ما زلنا في ظلالها حتى بعد لقاءات أغلب رؤساء أحزاب المعارضة مع الرئيس الحالي. نعم، التقوا مع الرئيس الحالي، لكن أغلب الذي صرح به هؤلاء، وأتكلم عن نفسي، ما توصلنا فيه مع الرئيس أنه أكد لنا بشكل حازم وواضح أنه مستعد للنقاش والتعاور مع المعارضة والانفتاح مع المعارضة، وأنه يطمح ويأمل أن نتحول إلى بلد ديمقراطي فيه معارضة حقيقية وقوية ومفتحة للنظام، وفيه نظام يتعامل مع هذه المعارضة على أنها جزء من منظومته السياسية وأنها جزء من الحل وليس من المشكلة. أنه قال أن هذا الأمر قاله في برنامجه، وأنه يؤكد عليه في هذه اللقاء المعارضة ليقول هذا الأمر مباشر. الآن نحن هذا على كل حال لم يمضي له وقت، الآن ما زال عندنا الوقت لنقدم هذه الرؤية، وأظن وهذه دعوة أوجهها لزملائي المعارضة أنه آن الأوان أن يجدوا الإطار السياسي والإطار البرامجي لتقديمه للشعب الموريتاني والنظام الحاكم، ولا مانع، لا مانع إطلاقا أن نصل إلى المرحلة التي وصفت الآن، مرحلة الإجماع أو التفاهم، لا مانع أن نصل إليها، لكن نصل إليها وفق نقاش وحوار وتشاور اتفقت عليه جميع الأطراف ولم يمله طرف واحد دون طرف آخر معين. جميل. في نقطة تضاف إلى هذا وهي قضية بعد اللقاءات هنالك حضور للمعارضة بشكل قوي في التظاهرات، كيف تنظرون إلى هذه النقطة؟ التظاهرات الوطنية التي تقوم بها الدولة. هم لا تظاهرتين أساسا، تظاهرة في الغالب كانوا تغيب عنهم كافة العالم. طبعا كانت تغيب عنهم لأن النظام كان يتعامل معها كجسم غريب، كجسم ليس محني بما يدور في موريتانيا، لا توجه إليه الدعوات، لا يطلب منها المجيء، وتعامل كجزء يشكل خطر على منظومة البلاد الأمنية والسياسية. لم تستدعى، وبالتالي غابت عن هذه التظاهرات الثقافية الجامعة التي ينبغي أن يغيب فيها الحس السياسي. حضور لمدينة ولاتة أو شنقيط أو ودان أو تشيت، الجميع يقبل هذا ويريده، لا أحد. لكن هل له تأثيرات فقط على مستوى الثقة ما بين؟ طبعا أنا من ما تعيط لي ولا تسولني ولا تشاركني وتم تهاجمني في تلفزتك وتهاجمني انت كنظام وتمشي الشورى التظاهر، انا ما عيطت، انا ماني جايك. يقال من غير بعد منو عيطت لهم وقال لها جي جات ونعت انها جدا يعني هو مهم عندها. نفس الشيء ما حدث في 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 اكزوجت، نحن كنا دائما نحضر، عندنا فلسفه كنا دائما نحضر لعرف العالم، لكن هناك اطراف اخرى ارتأت ان رفع العالم ما كان يعنيها لان ما كان يستدعى له ولا عيط لها.
ولا جات الجيم اللي بالتالي ايضا له جات بالتالي هذا فعلا اشارات ايجابيه من النظام انه يريد انعطافا بما كان متداولا وما كان يجري التعامل به. هذا الانعطاف وقع في هذا الجانب، لكن الانعطاف الحقيقي هو حين يقبل النظام التشاور الحقيقي مع المعارضه حول القضايا الكبرى، ملف الاجتماعي، ملف الحقوق، ملف السياسي، ملف الفساد، ملف الاقتصاد، ملف المتعلق بمستقبل البلد، ملف الديمقراطيه الحقيقيه، ملف كيف ننجز انتخابات حقيقيه توافقيه قابلين كاملين، كيف نصلح منظومه القضائيه وادوات الاشراف والضبط. بالحديث عن الاصلاحات، كيف ترون الاصلاحات او التعهدات او الخطوات التي بدا بها الرئيس الحالي او الحكومه الحاليه في كمرحله اوليه؟ على كل حال التعهدات احنا ما مثلا على مستوى على الاقل الملفات الكبرى، ملف الهشاشه الاجتماعيه وملف التعليم الصحه اللي نقدر نعتبره ايجابي هو الجانب السياسي، جانب الانفتاح السياسي والمعنوي، الانفتاح الاعلامي والسياسي الذي قام به النظام والمؤسسات الدائره الفلكيه على المعارضه، نعتبره انجاز، شيء منجز. ما وقع على مستوى التعليم، ما وقع على مستوى الصحه، ما نراضي عنه. للي على مستوى الصحه هناك شعارات، هناك خطه احنا مع الموريتاني كامل متفائلين بها وندعمها، يعني ما فتشفناها وصلت لارض الواقع. هل الفتره تكفي للتقييم؟ لا ما 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 فتقلنا عنها تكفي، ما فتقلنا عنها تكفي، يعني هم اللي ما قدروا تموا دائما عاطين الفتره، فعلا ما تكفي، يعني انا الاوان ان الفتره معقوله ان نشوف انعكاس هذا المرفوض، نشوف انعكاس في الواقع، نشوفه على سعر الدواء، نشوفه على جوده الخدمات، نشوفه على جوده الدواء الحقيقيه ما هي جوده افتراضيه. شنو هو الضامن فعلا اللي تعطي الحكومه ان اللي اسواقنا اليوم في صيدلياتنا انه ادويه حقيقيه؟ نظرك انا قبلت مختبر، شنو هي الضمانات الحقيقيه اللي تعطي الراي العام ان اذا بك تطوير البطاله انه دواء حقيقي ما هو مزور؟ شنو هو الخدمه اللي كانت موجوده في المستحالات المستعجله في الطب الكبير وطب كيف وطب العيون؟ من رايك انا فعلا طلع لها تحسن واقعي ولا ما طلع لها تحسن واقعي؟ من ترى الجهاز الطاقم الفني والاداري اللي كان خارج كانوا، من ترى ايضا هذا الواقع الفاسد اللي جبر وزير الصحه قدامه، من ترى ازالته، من ترى كان خلقته بدون ضرر ولا خلقته بضرر؟ من ترى هذا الشيء قالوا تسهيل المراحل الانتقاليه. هذا واقع فاسد كان وينبغي ان يزال، لكن ينبغي ان يزال باحسن الطرق اللي تخفف الاضرار وتصلح القطاع بافق حقيقي ما هو افق شعاراتي. واحنا في الحقيقه للاسف الشديد مالين من الف امر كاذب والف شعار والف خطوات عامه قال لنا مش تكون حقيقيه، قال ما تخطا ما نرى شيء اكبر ولان مصنفين وما ندينه في الباب ابدا، لان هناك مؤشرات اكثر شديه ووضوح من ذلك كنا نعيشه. غير ملي منين تخطى في زمن معين وفتره زمنيه معينه ما تحولت وجسدت لا تعود الهوايس اكثر وتنزاد. واللي مهم هو الامل، والامل منين يفقدوا الشعب الموريتاني ويفقدوا الافق اللي كان منتظر، لا يبقى فرص التغيير تعود ما تلات بالحجم اللي كان. ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبونه انتم كسياسيين وكمثقفين في هذه المرحله؟ طبعا قبل ان نذهب الى بابكم كممثلين للشعب في مجلس النواب، احنا ما زلنا معارضه، دورنا لا في الحقيقه الموضوعي لا ان نتبع خطوات النظام وذاك اللي سمينا منه انتقادين نقدوه، هذا هو دورنا كمعارضه. النظام عنده تلفزته والنظام النقد فقط بدون تقديم تقديم برامج بديل. احنا ما حكمنا، احنا ما حكمنا، هذه مسألة دائما نسمعها. لكن لماذا ترتبط دائما فاعليتك في مجتمع انت اصله انت منه بوصولك للسلطه؟ لا هو المجتمع لا يقدم له الشيخ اطار خدمي مقدمته للدوله، المرفق العمومي، المرفق العمومي يسجل الدوله اللي عندها السلطه اللي انتخب الشعب وعاد عندها السلطه. بالتالي انا من يتكلم عن الطب، عن الصحه، والله عن التعليم، هون نتكلم عن اللي لا يتعدى الدوله في السلطه والتعليم باعتبارها هي الجهه المعنيه والقادره على التنفيذ. لكن انتوما جهه وعندكم هيئه دستوريه عندها الحق في تقدم مقترحات اصلاحيه في مجالات معينه. هذه المقترحات الاصلاحيه ما قد تقدم، الاختلالات اللي خلقت في ديمقراطيتنا خلات البرلمان حضور المعارضه به لا يؤثر فعلا على القرارات، هي ما عندها ثلث الضامن. لو كان عندها مثلا ثلث الضامن وقاعد يعرقل للقرارات اللي ترى هي انها جائره وخطيره، والله يتفرض بها تفاهمات ان هذا اللي تقدم من مقترحات قبل منوشي وراوي تفرض منوشي ما هو خارج، هي القرارات والتوصيات اللي تجي من شورى الدوله تمررها عن طريق اغلبيه برلمانيه مريحه جابتها الانتخابات. احنا في المعارضه شاكين فيها وشكنا فيها ما هو طارئ، قلنا هذيك الساعه وزننا نقولوا وين يجي موجود نقولوا وعندنا ادله
والأهم هوايسنا في النقاش عن النظام الحالي وأي نظام الطريقة اللي نعدل بها انتخاباتنا زي يعود فعلا ذي اللي يمثل الشعب جاي يعكس إرادة حقيقية للشعب الموريتاني ولا يعكس إرادة خفية ولا سلطة تحاكم تتحكم فيه. بالتالي نقد نقدمه بإطار التوعية والوعي والاحتفاء بالمواطن وإعطاه الأمل هو اللي نقوله من إجبارنا تناليت رحبنا بها واحتفينا بها. اللي قد نقوله من ناحية الوعي من أصل العمل السياسي نقوله في إطار البرلمان وفي إطار أحزابنا وفي إطار منظمات المجتمع المدني اللي داخله في جو المعارضة. ما عدا ذلك السلطة التنفيذية هي اللي عندها. اليوم في ظل هذا الانفتاح هل يمكن أن تكون مؤسسة المعارضة كمؤسسة دستورية بوابة لكم في تقديم مقترحات حتى وإن كنتم بعيدين عن مراكز صنع القرار؟ نعم، وهذا يقود لأن هذه المؤسسة ميتة لأن النظام الماضي كان دائرها ديكور ما كانت تقوم بيش وكانت محرومة. إحنا كمعارضة إياك نقدر نقوم سياسات الحكومة يا رب تمكنوا من الوصول للمعلومة. ما كان عندنا لا ما تعد عندنا كيف نصل فعلا عبر آلية معينة نقوم بها أداء وسياسات الحكومة نوصل للمعلومة. هذا لحد ساعة ما تخلق يعني يخلق قالت عندهم آلية من خلال مؤسسة المعارضة والله من خلال البرلمان والله من خلال أي آلية معينة نجبروا الوثائق والمعلومات اللي تمكننا من الاطلاع على الملفات الحقيقية اللي قد نقوم بها أداء برامج الحكومة. هذه المؤسسة هي من نفسها ما تشتغل لأنها مؤسسة وعدلت في 2008 و2009 يا غير ما الإطار الفني لها وما ما 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 هو إطار قاد يعود مثل المعارضة كاملة. وإلى حد الآن يعني نقول لك إنها إلى حد الآن مكتبها هيئة إشراف معطلة لأنها تحتاج مرسوم يحدد علاماتها لها ولا 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 قد تخلق ما قد تخاف. مجلس الإشراف اللي عم نصر المجلس الدستوري علاماته إلى حد الآن ما يجبرها لا يخالقها لأنها معطل مرسوم. لماذا غايبة دائما عن مطالب المعارضة في الغالب أغلب يعني نادرا ما نسمعه؟ إحنا مطالبين بتفعيل مؤسسة المعارضة كمؤسسة دستورية لنا كمعارضين لتوصيل ما كذا كذا. ذاك هو اللي هنقوله شتي مؤسسة المعارضة بها اللي ضرت أصابتها لأعطاب المتين اللي أصاب جسم السياسي أصابتها هي لأن فترة زمنية معينة شو من أحزاب المعارضة ما كان داخلها لأنه كان مقاطع علينا ما يشتغل في العملية الانتخابية وهي مفروض أنها تعود لأحزاب المثلة البرلمان البعض الفاعلة فيها في مرحلة معينة عاد زعيمها متفرص عليه يعود منتخب وهي أصلا تمت إياك يعود زعيمها رئيس أكبر الأحزاب السياسية وطرحت هذه المشكلة ثانية. الناحية الثانية خلق داخلها هي شو من الجذب والشد. الثالثة والأهم من الدولة ما فعلتها الى مرحله معينه زعيم المعارضه فتره شيء ما معطي له جواز سفاره دبلوماسي ولا معطي له سياره ومقبوله عنه احيانا قاعد مرحله معينه وما يجبر قاعه الشرف واحيانا ما يسد عياسه بالامور اللي يعيطوا عليها. بالتالي هي كمؤسسه خلقت اياك تمثل المعارضه وتعود واجهتها كانت معطله النظام وفم دور يتحمله المعارضه من اللي على العود دماغ وجهه فم دور يتحمله المعارضه. يعني انا لاحظ لان الفتره الان هي مناسبه ان الدوله تقوم بذاك اللي يعنيها وتعطيها ظروف وإمكانيات تشتغل والقوة السياسية. طرحتوها كمطلب في لقاءاتكم مع الرئيس؟ ما طرحناها لأن هي طرحها زعيم المعارضة اللي زعيم ومثله طرحها للرئيس وطرحها للرئيس الوزراء وإحنا كأحزاب سياسية طرحناها من خلاله هو قال من المستعدين نطرحها وأول لقاء لنا سواء مع الرئيس ولا مع رئيس الوزراء. هاي المؤسسة قاعدة تعود يتم تفعيلها ويتم إعدادها أن تعود هي الآلية السياسية والدستورية اللي تخاطب بها المعارضة النظام وتفعلها لأنها ما يخاطب أن تفعل لها تعود آلية والله جزء أساسي من الآلية. قال المهم قاع هو المعارضة الآن تعود عندها رؤية وبرنامج وخطاب قدمته للنظام شيء محدد ما هو نقاط محددة احنا ندور كذا ندور كذا ندور كذا أجل وكذا وكذا هذا محدد ندوره ونتحاور حوله. إذا عاد النظام قابل وظهر لا لا يقبل والله قابله ندخلوا قاعد في تطبيقه ونعدوا كاملين داخل برنامج إجماعي مجمعين عليه لأن احنا قدمنا والنظام قبله وتوافقوا على الطريقة اللي يعدل بها. عاد النظام ما هو قابل نشوفه لماذا ما هو قابل. إذا عاد ما هو قابل القضايا موضوعية حددها وعاد معقولة وقاعد يخلف لازم نتنازل عنها. عاد ما هو قابل يقبلها تولي ما هو قابلها لأن رجعوا المربع الأول احنا عندنا الآراء وذي الرؤية ولا على كل حال لأن حافظوا احنا عليها ويا غير بعد ما ذاك ما هو دليل إيجابي على الانفتاح. الانفتاح نتيجته الأمور قالوا لنا بخواتمها نعودهم نظام منفتح المعارضة وقابلها قابلها حق ما هو إلا كلمة قابلها وقابلها بثقلها وبنقدها وبتميزها وبرفضها وبخطابها المعارض وهي قابلته هو كنظام
جاء وانتخبوه الموريتانيين في الانتخابات. لما انا متكلم عن هذاك لان الملاح ما هو ملاح كلام انا وعنده الحق وعنده السلطه قابلين وغير ملي قابلين بصفه لان مره احنا في خطابنا ونختار العضو بديل عنه في الانتخابات الجايه. نقطة أخرى هي في ظل الضبابية الموجودة حالا لدى المعارضة وظل انطلاقا من الانتخابات اللي شكلت جملة انسحابات من المعارضة طبعا في اتجاه الرئيس الحالي، هل تتوقعون زيادة لكفة الموالاة في البرلمان مقارنة مع المعارضة في الفترة المقبلة؟ ظاهر ليانا من ندخل الانتخابات شفافة ونزيهة، موريتانيا عندها من المشاكل والإخفاقات اللي سببتها الأنظمة الماضية أن الدور تعود أكثر عند المعارضة، لأن المعارضة تلبس فيها في الشارع في المدونين في الخطاب اليومي مانك لا تجيني بعيد ما جبرت لها خاص من والله عطاش والله طبهم الدقدق والله مدرستهم ما عندها كوبا والله قاعد ما عندهم مدرسه وطريقهم عوجه والعياض قايم من الوالي ومن الحاكم ومن مول الزرع ومن مول الاسعاف. هذا هو الخطاب المعارض، منين ينعطى له فرصه انه يعبر عن نفسه يدور يعود حضوره والابرز في البرلمان وفي المجالس الجهويه وفي المجالس البلديه، وبالتالي انه يعكس حقيقه من تعود الانتخابات دور اطار الطبخه اللي كانت موجوده. ما هو دليل عافيه ولا لا دليل اعاده تراكم ذيك المشاكل كانت موجوده. ما هو دليل الرضا على الاقل عن فتره حكم معينه. هو هي المعارضه، هي المعارضه شنو هي المعارضه؟ ما هي المعارضه انا ذي الواقع ماني قابل. قطعا الموريتانيين ما هم قالوا واقع التعليم اللي عندهم معروف انه فاسد، ومعروف انهم يوم هذا كتبوا قريه من 3000 وكاعطينها 60000. وتعرف عرف المواطن العادي قرايه وقته شور نبيكه والله وقته شور باسكنه 60000 ما هي لا يتلاحق ولا يسكنوا دار لا يعود غريب ولا يسكن دار ولا تعطيه الا اسبوع وباطوه هو باعتباره فرد قاعد ما عنده اسره وهذا عبث به ال 60000 ما يمزيش. ومعروف ان الاطباء اليوم واقعهم معروف ومعروف ان الخدمه اللي كانت تقدم الخدمات كامله تقدم الدوله تعبانه. صحيح ان قد نقولوا عن محددات البلد ووضعه المالي ووضعه الاقتصادي انه قد يعود عنده تاثير بذاك غير التاثير 70 80 90% منه تعود للفساد وسوء التسيير وسوء الحكامه. سوء التسيير وسوء الحكامه بهاش بها اللي الناس اللي عينت وعينت من غير كفاءه ومن غير رضا الناس ومن غير فرز طبيعي. وهذا ما عندهم الحل يكون انتخابات وديمقراطيه حقيقيه وتنافس شفاف يمشي فيه الافضل. ما حدنا ماشيين بظل الحكامه اللي كانت موجوده، احنا ما لنا عندنا هذا يحيلنا هذا يحيلنا شوية. طيب تفضل. لما عندنا تقارير لعشر سنوات ما جابت المعارضه ولا جابت مؤسستها ولا جابت منظمه حقوقيه ولا جابت من الخارج، جابت محكمه الحسابات هي دستوريه قضاه معلمين. منين يقرا لقاش حجم الفساد فيها وحجم سوء التسيير وحجم اللي معدل فيها يقلق بظني وبطريقه من الشموليه والديمومه والاستمرار ما هو معقول. بس من حيله هذا من الفساد اللي 10 سنوات خارج احنا جبرنا ل 10 سنوات شلاه يضمن الان هذا شلاه يضمن رئيس الجمهوريه حاله والوزير الاول ووزراء وشلاه يضمن لهم القطاع الفظاعات اللي كانت ترتكب فيه ما هي ترتكب فيه بدون الميزانيه اللي صادق عليها البارح. شنو هي الاجراءات والتدابير اللي قبل وزير الماليه وقبل وزير الصحه وقبل وزير التعليم ووزير التنميه الريفيه وقبل وزير مجموع الوزراء اياك اللي المشاكل اللي في قطاع وما هي تتكرر تمشي ميزانيتنا اللي خسرت هي ضئيله وضعيفه والحاجات ويخلق في هذا الفساد 2020. شنو هي الضمانات اللي قبل؟ شنو هي الضمانات؟ الضمانات تتكلموا عن تفعيل اليه المراقبه والتقييم. تمام مدرك انا فعلت اليه المراقبه واليه التدقيق والتفتيش. هي لا المراقبه فيها شيء ذاتي وزير الماليه اليوم ما يا الله يقبل يعين محاسب ولا من عام ولا شركات يعرفوا انه خاض اظهروا وعطياته ذوك وما ابيض في 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 التقرير لهم بمن يعود عدلها يعود هو مشارك لاني انا كوزير ماليه الراعي في دركاج ما كان مؤتمن يعدلها وعينتم لي هو لا يعدلها كان يعدل. طيب هذا تقولوا انتم اللي نواب اللي الناس هي شان عليكم هجوم على انكم اجهضتوا على ولي المدرس اللي انتم تعرفوا حاله تعرفوا عنه حجر الزاويه في هذا واعطيتوا علاوات الرزق. ايوه اني انا ما كنت اذا انه الحالتين انا ما كنت باغي اتكلم عن الروايه انا ما كنت باغي اتكلم عن الروايه قبل ما يطرح سيرها يقول لك في الحقيقه. اولا انا بعد ودين قاع هذا اشهار انا بعد ظاهر لي ان يلا كانت الجمعيه الوطنيه تصوت على العلاوات اللي اللي اللي, اللي مقدمه للمعلم ومقدمه للطبيب. ماني معبر عن ذاك هون لاني ماني هذا هو رايي رايي هون رايي في الجمعيه الوطنيه ورايي نقول لكن خلينا ننتهز الفرصه نعطوا المشاهدين حقيقه ما حصل. لا لا اللي خلي العلاوات اللي جبروا النواب ما صوتوا عليها. النواب العام الماضي وبدايه العام كانوا طالبين زياده ميزانيتهم
وهذه الزيادة اللي كانت ميزانية جات وتم اعتمادها في التقرير المالي الحكومي اللي قدم لهم. التقرير المالي اللي جاء من شهر الحكومة الموريتانية 2020 جاء فيه زيادة للجمعية الوطنية، ميزانية الجمعية الوطنية. بالتالي ما صوت عليها الجمعية، ما صوت عليها في اللجنة المالية، لأن جات معتمدة أصلا. اللي صوت عليه مقترحات قدمها مجموعة من نواب المعارضة بزيادة رواتب الأساتذة والمعلمين والأطباء ومجموعة من الزيادات. كيفاش ترفض هذه العلاوة؟ اللجنة الجمعية الوطنية فيها أغلبية مريحة للحزب الحاكم والدولة. الدولة لو كانت لا تزيد هي حلاواتها تعود هي جابت زيادتها قاع مقترحتها ودارتها برنامجها واخذتها في تلفزة كمتومة وعدتها كإنجاز. كيف مقترح النواب؟ لو كان لا لو كان تعود وضعيتها وضعية مقترح زيادة تعود تعود يعدد زيادات، يعدد زيادات في الميزان، يعد فيها زيادات. الزيادة لو كانت تعدلها تعود عدلتها هي وجابتها كمقترح وقدمته كموجز. هي الميزانية فيها عدلت فيها زيادات القطاعات؟ ميزانية ما جات، ميزانية جات نحن ما زاد فيها شيء. ميزانية ما تعود تنزاد، هذا يعرف المشاهد. ميزانية تاع عندك ميزانية لا يزيد، شنو هي الأبواب اللي يزيدها منها؟ من درك كانت تزيد الضرائب. الأبواب للميزانية تحتاج صرف معين لا يزيدها ملاش. يلا احنا قبل عام وقدم مقترح، قدموا فريق 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 معارض قدم مقترح زيادة تحسين وضع التعليم وجاب فيه الأبواب اللي يلا يتم أخذ الأموال منها ورفض. هذا المقترح منه قدم في الجمعية الوطنية للجنة المالية، للجنة المالية صوت ضده بأكثرية كبيرة، ومنين طرح البارح صوت ضده مالي بأكثرية كبيرة. بالتالي هما صوتوا ضد مقترحات وقدمت بطرف المعارضة زيادة رواتب الأساتذة والمعلمين وعمال الصحة. صوتوا كيف صوتوا دائما؟ كيف دائما ما قد جاء قرار معين وعادة المعارضة تنسحب وعادة المعارضة تحتج وتسمع ذاك اللي تقول يا غير عندها لا احتجاج من الانسحاب. القوة اللي تعطي الشرعية القانونية الانتخابات هي قوة الأصوات، والانتخابات خلقت معروفة، واللي عنده فيها أهمية زايدة من الأصوات الاتحاد من الجمهورية وعنده طيب كل تفرع. إذن الآن انهزت الثقة في النواب كممثلين للشعب، وأنتم تتحدثون عن عدم ثقة عمياء بالحكومة التي تسير الشأن العام. لا، النواب اللي جاي من الشعب، النواب اللي جاي من الشعب ذي الآلية اللي نروح نتغير. النواب هم النواب مثل الشعب، هذا النواب جايين عن شو 50 مقاطعة موريتانية كلها، جاي عن نائب ورا نائبين، وجاي عن قريب من الكتلة من 58 نائب، جاي عن الكتلة النساء والنواكشو، جايب لنا الشعب الموريتاني. يا غير جايب هذه الآلية اللي ندور احنا اليوم انها تغير، يقعدوا فعلا النواب يعكسوا الإرادة العامة للشعب الموريتاني، ولا يقدر يعدل. قال لك النخة من قبيل مع نظرك حد يدور ممثلين للشعب ودور غرفة تمثل الشعب الموريتاني ودور مجالس جهوية تمثل الشعب الموريتاني ومجالس بلدية الشعب الموريتاني. يلا يناضل من ظرك، ما هو إلا الصبح يناضل من ظرك قراي وأستاذ ومعلم وعاطل وعمل الكسبة وإيا لقاش. يلا يناضل من الآن أن نعد انتخابات شفافة وحرة ونزيهة ويدير فيها ممثلينه اللي يفرضوا الحكومة أن تعود برامجها الاجتماعية وبرامجها التنموية مراعية الطبقات المسحوقة اللي على أساس التنمية ونوه القراء. قرائي قال له بس 60,000 وقيس باسك انه ما قرا وما قاع حسابك من القرايه. هذا القرايه اللي كانوا ضاربيني هم هذا الاساتذه والفن الاساتذه وسائل التعليم الفني كانوا ضاربيني انهم قاع ما جبروا شريك حيش معهم الاخبار مطالبهم اللي طارحين ما كان شنو حد يعدل معهم الاخبار ومن يعدلوا اضراب تحريري مثل ايام ما شت معهم الاخبار من قبل الملف. بالتالي القضيه الاجتماعيه والقضيه المطلبيه والقضيه النقابيه قضيه يلا تشد اخبارها شد اخبارها ما هو من خلال النواب ومن خلال الحكومه ومن خلال بناء منظومه سياسيه قادرة على تستجيب المطالب هيئات الشعب الموريتاني المطحونة وأول العمال عمال التعليم وعمال الصحة. ولا تعالج القضية هكذا، أنت اليوم منين تزرع تمشي وتحرثي قرته وهمك تقطعي تفاح ورا العنب لا تعودي أنت لا جبر لا قرته بكل اللي حق لك هذا درت بها لا قرته. ولا حدثت رواية ثانية مثلا ذاك اللي حرثي ولا تجبري. إذا كم نهار كنتم احنا الآن كنتم نهارك صادين نحصاد نتائج شور انتخابات. لا احنا صادين سابق الاوان، احنا صادين شور اصلاحات سياسيه وانتخابيه وبنيويه في المجتمع الموريتاني ومنظومته السياسيه. اياك تعود هيئاته ومؤسساته تعكس واقع المجتمع ومطالب المجتمع وهيئات تساهم في التنميه والتطور والتقدم، ما هي مؤسسات وهيئات تنطر لورا وفرض عليه انه ما يخلق تغيير
وفارض عليهن اللي مطالب التاريخيه والمطالب الاليه والمتجدده انها ما تشد اخبارها تم مقبول عليها. هذا هو الدور. ولا قد يخلق من جلسه برلمان ولا انابه ولا انابه قد يخلق من خلال عمل شعبي، عمل منظم، عمل سياسي، عمل حقيقي وهزة شعبية تفرض التغيير، تفرضه في الشارع وتفرضه في المكاتب وتفرضه في الانتخابات، تفرضه فرض عام. لكن هو هذا ما خلق في فترة كنتوا تقولوا عنها فترة أزمة، تخلق ذلك في فترة تشبه بالتوافق. لا، ما أزمة منين؟ الأزمة هو أزمة، هو الأزمة هي هو وليد الأزمة، هو هذاك هو هذا وليد أزمة. هاي الانتخابات جات فيه رئيس دولة قاعد يعيب المعارضة يركب بوتاته طائرات الدولة ويقعد يعيب الحكومة، يعيب المعارضة ويقول أنا شو من المجرمين وشو من المتطرفين. هو راكب بوت الحكومة بوت طائرات الدولة ويعيب المعارضة. هذه الفترة جات فيه حكام وولات ما يخلوا مظاهرات ولا اجتماعات ولا مهرجانات يعدوا معارضين. هذه الانتخابات جاتوا فيه نواب محبوسين. هذه الفترة جاتوا فيه نواب تم انتخابهم هم داخل الأحباس. بالتالي جات فترة أزمة ويعكس الأزمة. طيب يا غير الخروج منها، ما اللي ما هو الا اسر شوكي خروج منها، يا الله يخلي خروج حقيقي ما تبعريس، يا الله شدوا الاخبار وذي الملفات ناقشوها كامله، ومنها ملف الانتخابات ومنها ملف المدونه الانتخابيه وهيئات الاشراف، يا الله تشد اخبارها وهيئ لها منظرك. ما هي قضيه لا تبابش قال لا صوتوك وصوت لا. في حال تشاور بينكم كمعارضه والنظام الحالي، ما هي ابرز الملفات التي ستكون على الطاوله؟ اول ملف عند الملف الحقوقي. ملف الحقوق والملف الاجتماعي وما يرتبط به من الوحدة الوطنية وملف الرق وملف القضايا المطلبية اللي مطروحة فيه، هذا ملف أساسي يلا يناقش ولا يلا الدولة تستحم منه ولا يلا تبغى مع سياسة دبلوماسية الصمت يلا تعتبرون فهم مشكل وقاعدة تحلو. هناك منظومة قانونية تامة وطرحته جيدة، قوانين الجمهورية الإسلامية اليوم قوانين جيدة في محاربته، يلا يتم الاعتراف به ويلا تهيئ الدولة بنيتها الإدارية إداريينها ومسؤولين عن إفادة القانون فيها وقضاتها أنهم قانون الجمهورية على طبقه في الجانب. الملف الثاني اللي يعني شدوا أخباره ملف الفساد. متابعة الفساد وإيقاف إيقاف بعد الفساد يوقف ولا يقدر يوقف، ما نعرف المفسدين ونعدلوا رؤية تعود عندنا إيقاف الفساد. هذه أو الحد منه لأن الفساد منتشر في العالم. لا نقول لا وقفه، لا نقول لا وقفه، راه وين يقلبنا عود بعد قلبنا ما نبع ياك نعود موضوعي طموحنا لا يقولوا لا ذاك راه ولا قلبنا نقولوا عنه قلبنا ولماذا قلبنا وقف الفساد. قضية هذه ثروات البلد الجاية وثروات حقيقية يا الله تندار لها طريقة شفافة يعود الشعب الموريتاني يعرف الغاز وهذا الصيد ذيك القضايا بعض كامل مطروحة اللي راهي مجموعة من النواب طارحين يختاروا يخلق فيها تحقيق ويخلق فيها شد أخبار. الموضوع الآخر هو اللي كنا شاهدين أخبار هو طريقة اللي قد بعد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هيئات الإشراف عليها راه ناقشوها. النقطة الأخرى اللي ما هي لا يتقل أن الدولة يلا ترفع أيدها عن الحياة السياسية، حد يختلي عند الحزب السياسي، حد عنده منظمة سياسية يلا تشرع له. منين تعود منطبق عليها القانون الموريتاني، أنا عندنا قانون الأحزاب وقانون الجمعيات. شيء منطبق عليه نشرع له، خلوا الحياة السياسية نرفعوا عن أيدينا وتخلي الدولة الصراع السياسي مرقبها ما يعنيها. الملف اللي مهم وأساسي والملف أن ما يلا يعود الدولة تجرى مرقاش ولا تحبس رقاش ولا تحمل رقاش بحقوقه لأن الحاكم ما راضي عنه. نقطة التشريع للأحزاب هذه بانفتاح عليها على التشريع لها، أنتم راضيين عن ما كان موجود 105 أحزاب في بلد عنده 300 بالسيف لاحق 4 ملايين نسمة، عنده أكثر من 100 حزب تترشح انتخابات، راضيين عن المشهد؟ لا راضي عنها، قال هن قعدوا تقعد نشاور عليها. هذا كان في إطار فوضوية نشاور عليها نشاور عليها ونقولوا عن تأسيس الأحزاب يعني يخضع المنظومة كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. وتشد الناس اخبارها وتقول منظومه مقنعه، كيف نؤسس حزب؟ كيف نستمر في اداء الحزب؟ كيف نوقف حزب؟ كيف يتم حظر حزب؟ القانون نعدله ونطبقه؟ يا خير ما نعود معدلين قانون نبيح لنا لقاش حزب ونحن حاكمين عنه. هو لا يعود مبني، القانون لا يعود مبني لا على مقترحات جايه من الطرفين. الطرفين يقول عن في احزاب، الاحزاب هون في المنظومه الموريتانيه اغلبها احزاب شخصيه. هي نفسها النظام الاساسي النظام التاسيسي اللي تجي عليه ما تتقيد به بالديمقراطيه ومع ذلك طالب فيها بالعدل. عدلوا هيئه حكوميه ترصد هذا حزب ما عنده ما هو عدل هذا ما هو هذا هذا من الاولويات. ماذا عندها؟ عندها مشكله التعليم، عندها مشكله الصحه، عندها مشكله هشاشه اجتماعيه. ما انا داري من الاولويات ما حاصرش. احنا عندنا احزاب منين عدوا الى احزاب خايفين من دور ترشيد الاحزاب رشدهم بالقانون يروحون القانون عدلوا القانون وقعوا عدل القانون يوم هذا ان الاحزاب السياسيه ما جبرت 1%
يتم اللقاء ومرفوض الى علاقه رفض فمن رؤيه وجيهه نقول عنه ما هو قانوني من حرمان مجموعه يقين لان لماذا انه خلق في تشاور ديك الساعه الناس ما حاضره كامل ولا مشاركه فيه كامل يقين عدم مناخ الناس كان مشاركه فيه ويخلق تشاور وطني وعدل عليه قانون ما يتحدى يرفضه هذا القانون عندنا ولا هو حاصر شيء يدعو عدم يتم نهاري ما هو حاصر عن القضايا التنمويه لا حاصل عن القضايا الاقتصادية ولا حاصل عنها ما في ضرر الأحزاب موجودة من بينها مثلا حزبكم أحزاب أخرى حزبنا منين يعود ما هو مستجيب للقانون يلا يقبل وحزبنا من يعدل شيء ما هو قانون يلا يقبل ومن يخرق القانون يلا يقبل ويلا وهذا هو المطلوب الشيء الثاني الدولة يلا تعود فعلا ساهرة للقضاء المدعي العام للدولة يلا تعود ساهرة أن حد ارتكب خطأ في القانون يلا يحاسبه مباشرة من يعود القانون قهوه يقبله من يعود يلا يعاقبه يلا يعاقبه ما نقدروا نحلوا مشاكل اللي يكون دولة المؤسسات والقانون ودولة المؤسسات والقانون يدخل وتطبق عليه تعود الناس كما راضي عنها حد قبل القانون قبله وحد رخص القانون ورخصه يقين عنده قانون ما يعود قانون يا لمونك عندي نعدل وياك زين عندي نعدل ذاك اللي ما هو زين عندي راني ما يخلق وتوب هذا اللي قالوا حكم الفرد ومزاج الفرد هو اللي دمر موريتانيا ومزاج يدمرها هذا اللي خلى موريتانيا وخليها من جاركاش تجي مجموعه من الناس وتم تقول انه السماء والتراب وانه ملك وانه هريو وتعدلوا منين تعدلوا السماء والتراب حتى قاع يلعب في بذور ايجابيه وعنده نظره ايجابيه وقاعد يصلح منه حاكم جن وقاع هو وتعدل انسان ديكتاتور وانسان فردي ما نقدروا نخلو من المؤسسه الواي يكونوا دولة مؤسسات دولة مؤسسات لابد من مشاركه فيها الناس كامله واساسها القانون وقائم على مبادئ العدل والانصاف معروف كيف يمكن تخليق الممارسه السياسيه للوصول الى نقطه تجمع الجميع على طاولة لحلحلة إشكاليات الدولة الموريتانية. نشدوا أخبارنا متوافق علينا في ذوابت ما هي الله حد يسميها ذوابت ونقل عروسنا والناس معروفة أنك ثوابت ما هذا توافق عليها الناس وكل مدى ما خارجة مدى ما عندها ذوابت متوافق علينا في مجال الخلاف في مجال الخلاف ما يخسرش مجال الخلاف أنا عندي رؤية اقتصادية والله عندي رؤية اجتماعية والله عندي رؤية فلسفية والله عندي رؤية فكرية مخالفة لك أنت يقال مجال تنافسي على المجال الديمقراطي السلمي اللي على كل حال يتيح الخلاف ويتيح مجال الخلاف واحتكام لله يقعد في النهايه للشارع لان الديمقراطيه من نهايه تقم الشارع لكن اعطاء الشارع الحضور في المؤسسات والحضور في تنفيذ الاحكام ينفذ والثاني يتحرم ان يعطيها له مره اخرى يقال خارجه بنية الدوله وذوابت الدوله علمها حوسه التراب دينها وعلمها حوسه ترابها ولغتها وذوابتها قال لا تعود ما هي ما ما هي ما هي مجال الخلاف ما يقدر اليوم فرنسي يقعد يقول عن خارج الزمن قطاع الارض فرنسا يلا يخلي يعيش في يمشي ولا يقدر يتنازل عنه ولا يقدر يقعد اليوم يقول عن العالم الفرنسي لا ينقلع والله يعبث به ولا يقدر يقعد يقول عن اللغه الفرنسيه اليوم يجيب وثيقه ما هي باللغه الفرنسيه اللي مكتوب هذا ما ما ما, ما يقدر يعدل يلا عندنا ثوابتنا وثوابتنا لقاش لا بد بحكم القانوني منين ما يخترقهم نوقفوهم بالقانون بحكم القانون قوة القانون ونخلوا بينه هو القانون عدل وقضاء نزيه وقانون وأدوات ضبط ومتابعة نزيهة ونخلوا بينه معه إلى هي اللي قال الصبح ساكن أنت حاكم قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ونظمها ما حاكمك أنك أن في النظام ضدك ولا واحد آخر ضدك هذا يعطي مجال الناس مجال الخلاف تعدل الخلاف مرة فيه ومجال اتفاق تخريق الحياة السياسية هذا ذاك مجال هذا ذاك اللي قال له هذا الإعلام مجال السمع البصري اللي احنا كنا من دعاته مجال تحريره في الأول والأخير كان سيء لأنه كان دفتر الالتزامات اللي وزع خرقه المؤسسات كاملة ولا قاعد يجي ويتم يعيب شريحة معينة ولا قاعد يجي ويثير النعرات ولا هذا ما يتوسع أنت في نطرح خطابك يا غير عود ملتزم ذاك اللي بدفتر الالتزامات معروف يا غير ما هو طبق من المسؤول عن تطبيقه وذلك كانها طيبة كان عبد السلام كان واحد مسؤول عن تطبيقه والمدعي العام والقضاء ووزير العدل ورئيس الجمهورية طيب في ظل هذا الإجماع أو هذه التهدئة أو هذا التطبيع أو هذا التوافق ما هي رؤيتكم أو استشرافكم للأيام المقبلة أو الفترة المقبلة عند الآن متفائل أنا متفائل تماما ولا قد يكون عدو متفائل أنا ماسي عن فم فرصة حقيقية للشعب الموريتاني ذلك أنه يصلح ديمقراطيته ويعدل قطيع مع العهود الاستثنائية حقيقة وعهد الحاكم الفرد ويطرح قواعد للتشاور والحوار يبني بها مستقبله وعنده ياس المشاكل ماني مخففها يا غير المشاكل قاعدة تنحل وهم ياس من الدول حلتها ماني اختار دائما تم نعطي الأمثلة رواندا هذه 94 مات منها 1000 مليون رجاج بالمناجم قطعوا عروسها
راعي هذاك نموذج للتطور الاقتصادي والعمراني في العالم. المغرب عاش سنوات رصاص من 65 حل المشكلة، وراعي هذاك عيش تنمية مزدهرة. ملك حسن الثاني رحمه الله عاش فترة كان ملك قوي ومتين ويده قوية، غير ملي هيئ بلده للتشاور والحوار، ولا مش عنه ما هيندارو إلى سياسة التناوب، وراعي هي اللي عيشوا الآن يقطفوا المغاربة الآن ثمارها. عندنا نموذجين، هذه النماذج اللي حلت مشاكلها بالتفاهم والتوافق وقد يعقب عود الإجماع، حلت مشاكلها وأمنت دولها وشعوبها والأمن الحقيقي وجيش موريتانيا الحقيقي مع أهمية جيشها وقوات الأمن يأمن والتوافق والسلم الاجتماعي وعدالته. هذا هو اللي يطرح الأمن، هذا من يطرح ونحلوا مشاكلها ومظالمها التاريخية. ما عنده مشكلة، عنده بالخيرات ياسر وبلدها زين وموقع الاستراتيجي لا ماشي يتقدم. على كل حال وعد امل واعد وراجي انه يعود دخلنا الان، نعود ذاك دخلنا، ما قد يكون نعطوه الامل بينما ما قد نعود سوداويين دائما مظلمين، راجي نعود دخلنا وادخل له حقيقي وثابت ولا رجعه فيه ملي ما نراجعين عنه، حد يردنا عنه ما نقبله لا احنا في المعارضه ولا النظام. رساله اخيره للمعارضه قبل نختم هاي الحلقه. رساله اخيره للمعارضه ان تعود انها آل الاوان فعلا، ان ما قد تم اللي اعتقد انه يلا لقد يبل ورا خطه ورؤيه، هاي خطه ورؤيه يلا تقدم للراي العام الموريتاني وتقدم النظام في اجال وفي اجنده وفي نقاط وفي ابواب محدده، ما هي كلام عام. وراح يميت دار النظام امن انه يستجاب لها وكاع انه مستجاب لها. ما فرصي عليه كاع انه مستجاب لها، منين يستجاب لها قاعد تحل المشكله، دخلوا مرحله جديده متعامين ثلاثه، مرحله انتقاليه شدوا فيها الاخبار نعدوا فيها كلها قد نعدوا فيها من تصريح ويقدر تجيبنا لمرحله اخرى، راجعين فعلا نعدلوا فيها الصله القطيعه الحقيقيه مع المراحل الاخرى. ايش عالمنا؟ العالم كامل قاس الديمقراطيه وقاس التناوب والسلم على السلطه وقاس التنميه والازدهار وقاس التنميه وقاس الرفاه. يلا ليش اذا الرفاه المشترك والتنميه المتسارعه على الشعار نحولوه الى شعار حقيقي وقاعد يحول وراه مازال لا شعار، غير نقتنعوا انه قاعدين نحولوه ونبذلوا جهود نحولوه، تعود مسؤوليتنا كامله ما لا السلطه ولا المعارضه ان شاء الله. شكرا للدكتور عبد السلام الحرمه رئيس حزب الصواب، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. في نهايه هذا اللقاء اشكركم واشكر الزملاء في الإخراج، في أمان الله.